كل يوم بنسمع نداءات حوالينا، سواء المواصلات اللي بينده علينا عشان نركب، البياع اللي بينادي علينا عشان نشتري، اللي بينادي في الزحمة، كله بينادي. لو بصينا حوالينا مش سهل نقدر نميز كل النداءات، لكن في وسط الزحمة في ناس سمعت، ميزت ولبت نداءات كتير. أنا سامي من مصر، مع بعض هنعمل مسيرة لاكتشاف كل ده ويمكن أكتر، لمجد الله الأعظم. كنا سمعنا ازاي طلاب العائلة المقدسة بينزلوا الصعيد وبيعيشوا مع أهل بلدهم الحياة البسيطة والمختلفة عن حياتهم. حبينا ننزل احنا كمان ونشوف ازاي النداء التربوي يكمل في الصعيد. دلوقتي احنا جينا من القاهرة للصعيد للمنيا تحديدا علشان نشوف خبرة اليسوعين هناك، المدرسة اللي بقالها اكتر من 120 سنة، وهنتعرف على ابونا روماني مدير المدرسة اللي هيحكي لنا شوية عن تاريخ المدرسة. ازيك يا ابونا؟ ازيك يا سامي، ازيك؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. يا ترى يا ابونا ايه المكان ده؟ بقاله زمن انا عارف، بس التاريخ بيرجع لفين وازاي بدا وايه الحكايه بتاعته؟ المدرسة هنا تقريبا تاريخها هو من سنة 2012 عملوا 125 سنة. فهي إذن 1888 ابتدت مدرسة البنات الراعي الصالح، وبعد كده بعد سنتين ابتدوا مدرسة الصبيان اللي هي الأولاد. وفي البداية الجزويت كان هدفهم بس إنه يهتموا بالنشأ الموجود في المدينة، في مدينة المنيا. كان عددها 16,000 نسمة في هذا. 16,000 نسمة بس. وإيه الفكرة إنه في مدرسة بنات الأول؟ ما عنديش خلفية كبيرة عن الموضوع، لكن هو الجزويت كان بتهيألي كان في مدارس صبيان موجودة، ما كانش في ولا مدرسة بنات في هذا الوقت، فحسوا إنه يكون تميز وفي نفس الوقت احتياج كبير للمنطقة يعني. طيب يا أبونا، هو النهاردة المدرسة عبارة عن إيه لو ينفع تشرح لنا شوية؟ طيب خلي بالك، إحنا هنا مدرسة حضانة ابتدائي إعدادي، تعداد المدرسة تقريباً 870 ولد وبنت، هي مدرسة مشتركة. أوكي. من المدارس النادرة مشتركة بنين وبنات. فإذا فيها حضانة ابتدائي إعدادي، بندرس اللغة الإنجليزية كلغة متميزة، ولكن ليست مدرسة لغات. ليست مدرسة لغات. أوكي. تمام. ويا ترى إزاي يا أبونا بتحققوا الروح اليسوعية هنا في المكان؟ من خلال إيه وإيه المناهج اللي بتتخذوها مختلفة عن بقية الأماكن؟ يعني مدرسة اليسوعيين في كل حتة تتشابه كتير قوي، في التميز بيكون على مستوى الأنشطة، حصص الحياة، الرحلات، الاكتشاف، تحديث المالتي ميديا، كل ما هو تحديث هو ده أكتر نشتغل عليه مع الأولاد والبنات الموجودين في المدرسة. تمام، شكرا جدا يا ابونا، شكرا على وقتك. ميرسي، ربنا يخليك. بناء الإنسان الدراسة وحدها مش كفاية، واليسوعيين مشهورين بالمرافقة الروحية، عشان كده كل مدرسة ليها مرشد خاص ليها بيهتم ببناء الإنسان على المستوى الروحي. ودلوقتي هنقابل أبونا إيهاب المسؤول عن المرافقة الروحية بالمدرسة. أهلاً يا أبونا، إزيك؟ إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ تمام؟ شرفنا الحمد لله. أبونا احكي لي شوية إيه هي المرافقة وإزاي بتعمل المرافقة الروحية بالمدرسة، وإزاي إن دي حاجة جت من أساسيات الرهبانية اليسوعية، إزاي دخلت جوه ثقافة المؤسسات والمدارس التابعة لليسوعيين؟ يعني هي المرافقة أصلاً أنا بعتقد إنها جاية اسم الرهبنة رفاق يسوع،
فاحنا بنرافق يسوع ويسوع رافقنا بالطريق. وبعدين هي كمان في الرياضات الروحيه، اهميه المرافقه الروحيه انه المرافق بيكون شاهد على عمل الله في حياه الانسان. فده دخل في اعمالنا وفي رسالتنا ومدارسنا، انه بنكون كمان مساعدين وشاهدين لنمو الانسان وتقدمه في المجال الانساني والمجال الروحي والايماني، مهما كان اختلف الايمان، يعني مش لازم يكون ايمان مسيحي، في كل النواحي الحياتيه انه في نمو. فالمرافق هو مساعد او شاهد على هذا النمو في حياه الانسان. طب وازاي ده بيتطبق من خلال الانشطه؟ ايه هي الانشطه وازاي بتنفذ ده من خلال تواجدك وسط الاولاد يعني؟ يعني الموضوع ده بيتفعل اكتر من خلال الانشطه، لانه الانشطه هي اللي فيها مساحه الحريه، مساحه الحركه اكتر، مساحه الواحد ياخد ينمو في المجال اللي هو عايزه اكتر من الناحيه الدراسيه والناحيه العلميه. فبالاتجاه ده احنا عندنا مثلا نشاط اغصان الكرمة او الميز زي ما بنقول، ده الاولاد بالاخص المسيحيين علشان ينمو في ايمانهم المسيحي من كل الطوائف، ارثوذكس كاثوليك بروتستان، وينمو كمان في الموضوع الناحيه الافخارستيه، لانه الافخارستيه هي مركز الحياه المسيحيه، انه الله قدم ذاته واحنا كمان بنقدم ذاتنا للاخرين. بالنسبه لكل الطلبه المسلمين المسيحيين عندنا نشاط الكشافه مثلا، نشاط الكشفي بنساعد الانسان يتكون اكثر ويكون ينمو في الناحيه الانسانيه، هو نفسه بينمو انسانيا وبيكون انسان من اجل الاخرين، يعني مش حتى لنفسه، كل هالنمو وهالقوه وهذا عشان يفيد نفسه ومجتمعه والاخرين اللي في حياته. وفي انشطه ثانيه كمان عشان كل واحد يظهر قدراته ومواهبه اللي هو عنده، يعني في عندنا مثلا سباحه، عندنا القدم، عندنا الكاراتيه، عندنا الجمباز، كل الانشطه دي بتكون فيها انه الواحد ينمي فيها قدراته وبيكتشف ذاته اكثر واكثر. شكرا يا بونو. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك. أبونا إيهاب ذكر نشاط مهم لليسوعيين وهو الماج، حركة الشبيبة الإفخارستية أو أغصان الكرمة. إحنا وراجعين القاهرة سافرنا على اسكندرية وقابلنا أمين موسى، ومعاه هنكتشف إزاي الغصن ده نمى وكبر وأعطى ثمار. أمين قول لي، هو إيه الماج بالظبط؟ إيه الماج بالظبط؟ طول عمري أسمع الماج، بس هو إيه عبارة عن إيه؟ الماج هو نشاط للأطفال والشباب في المدارس والكنائس، من أهم أهدافه أنه يعلم الأطفال والشباب دول إزاي يعيشوا كأشخاص مسيحيين ملتزمين في المجتمع اللي هم فيه، ولما يكبروا يفضلوا بنفس الالتزام ده ويفضلوا على علاقة كويسة بربنا ودايماً مقدمين حياتهم لربنا، واعتبر بقى المجتمع اللي هيعيشوا فيه لما يكبروا او مكان الشغل اللي هيشتغلوا فيه. جميل. طيب هو ايه تفتكر ايه اهميه الماج النهارده في الوقت اللي احنا فيه بالنسبه للشباب وبالنسبه للناس؟ الماج بيشتغل مع الاطفال من وهم صغيرين على انه يغيروا نظرتهم لكل حاجه بتحصل في حياتهم، بمعنى انه ما نبقاش زينا زي بقيه الناس اللي ممكن تعدي تشوف موقف سلبي وما تحاولش تاخد خطوه ناحيته، بمعنى انه لو شفنا الشارع مش نظيف ممكن نعمل البروجي بتاع الاكيب بتاعنا انه ننزل ننظف الشارع اللي جنب المدرسه. النظره المختلفه اللي الماج بيزرعها في الاطفال من وهم صغيرين بتخليهم وهم بيكبروا دايما ايجابيين في المجتمع ودايما ليهم لازمه ودايما عندهم هدف ودايما مؤثرين وليهم دور في كل حته بيروحوها. والنظره المختلفه دي في الماج احنا بنسميها نظره يسوع. ازاي كان يسوع هيبص على الموقف ده وكان هيعمل ايه او هيفكر ازاي هيتحرك ازاي، ده اللي بنحاول نعلمه لهم. حط نفسك دايما مكان يسوع وبص بنفس طريقته وتحرك وخد خطوه وخليك ايجابي وخليك مبادر، ما تستناش حد يقول لك انت عليك تعمل ايه. جميل جدا. شوف الاحتياج وروح اشتغل. امين، انت دلوقتي خلاص خلصت جامعه وبتشتغل، يا ترى ايه اللي مخليك لحد النهارده متمسك ان انت تروح الماج واجتماعات وتحضير وكده؟ ايه اللي بيجذبك ليه النهارده بعد الوقت؟ بص، لغايه فتره قريبه كنت بحس انه الماج هو الحاجه الوحيده في حياتي اللي لسه ربطاني بربنا شويه او مخليه ليا علاقه بربنا، مخلياني بصلي او بعيش حاجه كده. ومؤخرا كمان اكتشفت حاجه مهمه جدا،
الماج اكتر حاجه بعملها في حياتي وانا مبسوط. اي ايفنت في الماج او اجتماع او جورنيه او كان دايما بروح بعده وادخل البيت انام وانا مبسوط وراضي عن نفسي وحاسس ان انا عملت حاجه مفيده ليا وللي حواليا، مش بس مخلي علاقتي بربنا مستمره وقويه، لا كمان مش بحس بالرضا عن نفسي غير في الماج الصراحه. لك سلام داخلي بالظبط، رضا عن النفس كده وسلام، انت النهارده عملت حاجه كويسه.